بعد نجاح حملة التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 في قطر، سيكون هناك جرعة ثالثة منشطة من اللقاح اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 من سبتمبر للأشخاص فوق 65 عاماً، الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والعاملين في الصفوف الأولى من كوادر الرعاية الصحية. يأتي هذا الإجراء تماشياً مع الأدلة السريرية التي ظهرت مؤخراً وتدعم أهمية هذه الجرعة لما لها من وجوده تأثير وقائي إضافي، زيادة مستويات الأجسام المضادة للفيروس، رفع مستويات الحماية لمدة أشهر قادمة. ومع انطلاق هذه الجرعات نكون قد بدأنا مرحلة جديدة من البرنامج الوطني للتطعيم ضد كوفيد-19، مع كل التوصيات للأفراد المستهدفين إلى الحرص على تلقي الجرعة المعززة في غضون 12 شهراً من تلقيهم الجرعة الثانية لضمان الحفاظ على الإطار الذهبي الخاص بالتطعيم على تطبيق احتراز. سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع افتتاح سادس ملاعب مونديال فيفا قطر 2022، وهو استاد الثمامة الذي سيحتضن في 22 من شهر أكتوبر المقبل نهائي أغلى الكؤوس، بطولة كأس الأمير المفدى في نسختها 49. يقع الاستاد على بعد 12 كيلومتراً جنوبي قلب مدينة الدوحة، واستوحي تصميم الاستاد من شكل الجحفية، وهو الاسم الذي تعرف به القبعة التقليدية التي يرتديها الرجال في جميع أنحاء الوطن العربي. صمم هذا الملعب المميز بشكله المهندس المعماري القطري إبراهيم الجيدة، الذي سبق له أن صمم العديد من الصروح المعمارية في دولة قطر. يتسع الملعب 40,000 متفرج، وسيستضيف مباريات كأس العالم فيفا قطر 2022 من دور المجموعات وحتى الدور ربع النهائي. ولأن الاستدامة جزء لا يتجزأ من مشاريع مونديال فيفا قطر 2022، تم تصميم استاد الثمامة ليساهم في الحفاظ على 40% من المياه النقية مقارنة بالتصاميم التقليدية. جامعة قطر الصرح التعليمي الأهم في دولة قطر، وهي تمضي قدماً في مسيرتها نحو التميز، تصطحب معها التجديد والتطوير في المناهج والإمكانيات والبرامج الأكاديمية وتوفير بيئة تعليمية تناسب جميع رغبات الطلاب الذين يريدون إتمام دراساتهم العليا، حيث حرصت الجامعة على مضاعفة عدد البرامج الدراسية التي تقوم بطرحها لتصل إلى 64 برنامجاً يشمل الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه. الكادر التعليمي في برنامج الدراسات العليا يهتم بتشجيع الطلاب ودعمهم المستمر حتى في ظل الجائحة الحالية، سعياً منهم لتقديم أفضل الخدمات التي تساعد الطلاب على إبراز أفضل ما لديهم، إضافة إلى تقديم الجامعة منحاً للطلاب المتفوقين في برنامج البكالوريوس للاستمرار الأكاديمي والخوض في تجربة الحصول على شهادة الدراسات العليا دعماً لجهودهم. واستقطاباً لأنظار الراغبين في إتمام دراساتهم العليا، تنظم جامعة قطر سنوياً العديد من المؤتمرات، كان أبرزها اليوم المفتوح للدراسات العليا، والذي عادة ما يضم العمداء المساعدين من جميع الكليات من أجل طرح البرامج الحديثة ولكي تتسنى للطالب فرصة التعرف على البرامج بشكل أوسع بما يناسب ميولهم ورغباتهم. حسب الأمم المتحدة فإن 773 مليون شخص من جميع الأعمار هم أميون،
ولهذا شعار الاحتفال باليوم الدولي لمحو الأمية لهذا العام هو محو الأمية من أجل تعاف محوره الإنسان، تضييق الفجوة الرقمية، وذلك لتدارس دور التكنولوجيا في تعليم القراءة والكتابة. دولة قطر من جانبها تبذل جهوداً كبيرة في هذا المجال، فقد تدنت نسبة الأمية فيها إلى أقل من 1.5% بين الكبار، أما الفئة الأقل من 15 سنة من العمر فالنسبة هي 0. وعلى المستوى الدولي تقوم قطر بتوفير فرص التعليم لملايين المحرومين منه في بؤر الفقر والنزاعات من خلال مبادرات كالتعليم فوق الجميع التي أسست لشراكات مع منظمات أممية في هذا المجال كاليونسكو. مبادرة علم طفلاً أيضا، ومنذ إطلاقها نفذت 72 مشروعاً في 50 دولة، وتجاوز عدد المستفيدين أكثر من 7.5 مليون طفل خارج المدارس، والبرنامج ملتزم بالوصول إلى أكثر من 10.4 مليون طفل. مركز قطر للتطوير المهني مؤسسة تهدف إلى مساعدة الشباب القطري على تحديد أهدافهم التعليمية والمهنية وتحقيقها، وذلك بتقديم مجموعة من البرامج والخدمات رفيعة المستوى والتي تهدف إلى دعم وتثقيف الشباب القطري حول أفضل السبل لاتخاذ القرارات المهنية ووضع الخطط السليمة وتحقيق النمو والتطور المهني، ما ينعكس على تحقيق أهدافهم في الحياة بأفضل الأساليب التي تساهم في دعم نمو دولة قطر واستمرار مسيرة ازدهارها. ويحمل المركز على عاتقه مسؤولية الحفاظ على الأمن المهني الذي يتمثل مضمونه في تأمين كوادر مؤهلة في جميع التخصصات لتكون قادرة على القيام بدورها على أكمل وجه في جميع الظروف وكافة الأوقات. كما يحرص مركز قطر للتطوير المهني على المشاركة في الفعاليات والمناسبات المحلية والمؤتمرات الدولية والتعاون مع الخبراء المرموقين من جميع أنحاء العالم لتعزيز مساهمته في بناء القدرات بدولة قطر وتمكين الشباب من تخطيط مساراتهم المهنية على نحو أفضل بما يتفق مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل في الدولة. تعفن الدم أو الإنتان هو حالة تنتج بسبب تدمير الجسم لأنسجته عند استجابته لمحاربة عدوى جرثومية في الدم، وقد تؤدي هذه الحالة إلى حدوث العديد من المضاعفات التي تهدد الحياة. لذلك أولى الأطباء اهتماماً خاصاً به، ونظمت له مؤسسة حمد الطبية بشكل خاص فعاليات للتعريف به ونشر الوعي بأهمية الوقاية منه وأهمية التدخل السريع لتشخيصه ومعالجته فور اكتشافه. تعفن الدم والإنتان والالتهابات بشكل عام أمر نشكو منه كثيراً على مستوى المستشفيات، ويعد من الأمور الخطيرة إذا لم تعالج بشكل سريع وبأقوى الأسلحة الموجودة عندنا ضد الإنتان. فلذلك أصبح من الضروري أن الناس تتعرف على هذا الأمر، لأن طرق الوقاية من أسهل ما يمكن إذا إحنا فقهنا هذا الأمر بشكل جيد. ورغم خطورة مرض الإنتان إلا أن طرق الوقاية منه بسيطة وتتمثل في التعرف على أعراضه التي من أهمها ثقل النطق وتشوش الذهن وصعوبة التنفس وتغير لون الجلد واحتباس البول. كما تتلخص الوقاية من المرض في المحافظة على نظافة اليدين ونظافة المياه والوقاية من العدوى داخل المستشفيات بالإضافة إلى أخذ التطعيم. ومع انتشار جائحة كوفيد-19 في العالم تزداد أهمية التوعية بمرض إنتان الدم، فمرضى العناية المركزة بسبب فيروس كورونا معرضون للإصابة به أكثر من غيرهم، إضافة إلى أن تعفن الدم يتسبب في موت ما يزيد عن 11 مليون شخص سنوياً في العالم.
بعد أقل من عام ونصف العام تنطلق فعاليات مونديال قطر لكرة القدم 2022، نسخة يتوقع لها أن تبهر العالم من حيث الترتيب والتنظيم في مختلف الجوانب، سيما البيئية منها التي ما فتئت اللجنة المنظمة للبطولة من السعي لعقد الشراكات التي تساعد في المحافظة على البيئة من الملوثات، من بينها المخلفات البلاستيكية الناتجة عن أنشطة البطولة. في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الاستدامة البيئية واستضافة بطولات كأس عالم دون ملوثات بيئية، نعلن اليوم عن اتفاقية الشراكة بين اللجنة العليا للمشاريع والأرض ومؤسسة سبن كلين سيز، وهي المعنية بمكافحة التلوث البلاستيكي في البحار والمحيطات والأنهار حول العالم. تهدف هذه الاتفاقية لمواصلة بناء أرث مستدام في مجال المحافظة على البيئة للمونديال. التقليل من المخلفات البلاستيكية من بين المبادرات الرامية للحد من الانبعاثات والملوثات، بما في ذلك تشييد استهدات موفرة للطاقة والاعتماد على وسائل نقل منخفضة الانبعاثات، فضلا عن الالتزام بالممارسات المستدامة في إدارة المخلفات في مواقع بناء الاستهدات. طبعا ستساهم الاتفاقية هذه على رفع الوعي حول التلوث البيئي وتحسين الخطط التي وضعتها اللجنة للحد من المخلفات البلاستيكية والإسهام في تنقية الأنهار والمحيطات. ستعزز هذه الشراكة على الخطة التي وضعناها، وسيكون لها الأثر الإيجابي على البيئة والحفاظ عليها للأجيال القادمة. هو جهد يتسق ومساعي مختلف الجهات في الدولة للتخلص من المخلفات الصلبة التي تنتجها الدولة والتي تقدر بأكثر من 7,000 طن يوميا، من بينها المخلفات البلاستيكية، إذ تعمل هذه الجهات للاستفادة منها بإعادة تدويرها لتوفير الطاقة والمحافظة على البيئة، وهو ما ترمي إليه استراتيجية الاستدامة البيئية لبطولة كأس العالم 2022. البرنامج هو باختصار إعداد 30 شاب وشابة على مستوى دولة قطر، إنهم يمثلون قطر في المحافل الدولية. مخرجاتهم أول مرة تصير في قطر إن الشباب بيكون معد دولياً إنه يمثل الدولة بناء على تمثيل الدول اللي راح يصير بالمستقبل القريب. الوزارة يعني تحصل دعاوي على مستوى الدول بين فترة وفترة، ونحتاج منها تمثيل دولي شبابي، وهل البرنامج يدعم ويخدم التمثيل الدولي بهاي النطاق. انطلاقا من الأهمية العالمية لقضايا تغير المناخ كونها التحدي الأكثر إلحاحا في العالم اليوم، نظمت مؤسسة قطر مؤتمرا جمع مسؤولين وخبراء وممثلين للقطاعين العام والخاص ليناقشوا القضايا والإجراءات البيئية المتخذة، إضافة إلى فتح المجال لمناقشات شاملة للسياسة والخطط والإجراءات التي تعتزم دولة قطر اتخاذها في مجال تغير المناخ، واستعراض وجهات نظر القيادات الوطنية والدولية في هذا الصدد. قطر بالفعل اتخذت إجراءات حقيقية لتخفيف مخاطر التغير المناخي ولتطوير استراتيجية متكيفة قادرة على تقليل آثار هذا التغير، ومثال ذلك أن قطر مؤخرا أصدرت تقريرها الوطني الثاني لمساهمتها المحددة، مع طموح كبير لتخفيف الآثار والتغلب على عوائق التكيف. الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي سيكون لها دور كبير في ذلك. المتحدثون ناقشوا مواضيع عدة في 3 جلسات رئيسية حملت عناوين كبيرة، هي خطة العمل الوطنية لتغير المناخ والتخفيف من آثار تغير المناخ، إضافة إلى سوق الكربون والتسعير. أود أن أشكر مؤسستي قطر والعطية لتنظيم مؤتمر المناخ هذا لما فيه من مواضيع مهمة لنا جميعا، وقد سعدت بالاستماع لمداخلة سعادة وزير البلدية والبيئة والسيد المدير التنفيذي للخطوط القطرية، وإنه من الرائع رؤية هذا التعاون بين جميع القطاعات لدعم هذه المبادرة للأمام، وأنا فخور كوني جزءا منها. المؤتمر يعني مؤتمر مهم، انه يحاول يقرب وجهات النظر بين الشركات العامله في قطر او المؤسسات العامله في قطر شبه خاصه والجهات الحكوميه بمساعده اصحاب اخذ القرار في تجهيزهم لموضوع مهم وهو موضوع التغير المناخي. المؤتمر طبعا جلسة انا كانت عن موضوع التقليل او التكيف مع اثار التغير المناخي. توقيت المؤتمر ياتي قبيل انعقاد مؤتمر الامم المتحده بشان المناخ في غلاسكو،
ليفتتح نقاشات واسعة النطاق حول الكيفية التي تستطيع بها دولة قطر المضي قدماً في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاستدامة. بسم الله الرحمن الرحيم، أجمل تحية نوجهها إلى جميع مشاهدين شاشة تلفزيون قطر أينما كنتم مشاهدين. رحب فيكم في هذه الجولة الجديدة والتي نظهر فيها من موقع جديد هنا في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا. طبعا هذا الموقع واللي يتحدث عن نفسه من خلال هذه الصورة اللي بالخلف، ألا هو مركز كهرمان. هذا المركز اللي راح نعرف حيثياته ونعرف أكثر عنه مع الأستاذ خالد السيد، يسرنا أن يكون موجود ويانا. مرحبا وسهلا فيك. يا هلا مرحبا فيك وفي جميع مشاهدي تلفزيون قطر. الله يرحب بك على فضل أخوي خالد السيد، يعطيكم العافية. وبما أن يعني معرض كهرمان حقيقة يعني سمعنا عنه كثيرا وصارت معارض كبيرة وشاركوا بها ناس يعني من قطر من خارج قطر من المهتمين في هذا، إيش يضيف وجود هذا المركز اليوم في مؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا؟ طبعا خلال 3 سنوات الماضية احنا بدينا في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا أن يكون عندنا معرض دولي للكهرمان أو للمسابيح والأحجار الكهرم. فالحمد لله خلال 3 سنوات قدرنا أن تكون قطر مقر للكهرم في الشرق الأوسط من خلال المعرض السنوي اللي هو كل سنة حيكون بداية فبراير بإذن الله. طبعا وإضافة إلى هذا أنه كان لابد أن يكون عندنا مركز دائم لبيع الكهرم، لبيع المسابيح الكهرم. فكانت الفكرة أن يكون عندنا مركز دائم، وخاصة أن احنا عندنا المختبر، حيكون إن شاء الله المختبر موجود وحيتم افتتاحه أيضا، تم افتتاحه مع المركز، وحيكون استقبال الطلبات والأمور هذه بخصوص الفحص على المسباح أو على الحجر. المركز عبارة عن 10 شركات تحت سقف واحد، معرض دائم، وإن شاء الله يكون في فعاليات. وأيضا طبعا هاي كلها بعد الموافقات مع الجهات المختصة في الدولة مع وزارة الصحة. فخلال الفترة القادمة حتى بداية الموسم إن شاء الله لما تبدأ المدارس الرحلات والأمور هذه حتكون أيضا هناك ورش تدريبية للأطفال لمعرفة نوعية الكهرم نوعية فإحنا مجموعة من الأنشطة في هذا المركز حيكون عندها أنشطة مختلفة. ودي ان نروح شوي قدام عشان يعني نشوف هذه البوذات المشاركه، كم بوذ مشارك؟ احنا عندنا 10 شركات مشاركين في المعرض الدائم عباره في عرض المسابيح. وطبعا هنا مثل ما ذكرت هو مركز دائم ايضا للبيع، يعني حيكون عندنا بيع فكل شركه من الشركات ممكن اي زائر او اي شخص ممكن زياره المركز. واحنا نفتح من الساعه 9 حتى 9 مساء يوميا في مبنى 15. حيكون في مجموعة من الأنشطة اللي احنا حنحاول نكون المركز يكون فيها نشاط من خلال القاعات المختلفة في كتارة للتدريب والتعليم، حتى الورش التدريبية حتكون إن شاء الله موجودة. هذه متاحة الورش التعليمية يعني للمهتمين للجمهور المهتم بالكهرمان. أيوه. قريبا حيكون عندنا ورشة من شو اسمه لمعرفة أنواع الكهرم، كيف معرفة، لأن في ناس يعني نقطة دائما شلون نعرف والله هذا كهرم أصلي ولا هذا مصر. السؤال اللي يتردد دائما، أنا شلون أعرف الكهرم؟ هذا يعني سؤال طيب ذكرتني فيه، يعني الحين أنا شلون أعرف الكهرم؟ يعني هم في النقطة الرئيسية طبعا بخصوص الألوان، بخصوص إذا الكهرم مكبوس ولا الكهرم من حجر، هذه طبعا من خلال المختبر من خلال الأجهزة احنا نقدر نفحص عليها ونقدر نشوفها. إضافة إلى أن الأنواع إذا كان بولندي أو كان يوكراني أو كان ألماني أو نوع شيء يسمونه، هذه أشياء كثيرة طبعا وكل شيء. ولكن الفكرة هي أساسا حق حتى الجيل الجديد يعرف الأشياء هذه، الأشياء العلمية يكون مطلع عليها. كما ذكرنا مشاهدينا سابقا الكهرمان له يعني جمهوره الكبير، والحي الثقافي كتارا المؤسسه العامه للحي الثقافي كتارا يعني تقريبا على مدارس سنويا تقوم بمعرض للكهرمان اللي يقصده حقيقه عدد كبير من المهتمين بهذا الشان. حرصنا اليوم ان نكون موجودين في مركز كهرمان والذي تم افتتاحه مؤخرا، ايضا بالاضافه الى المختبرات التي يعني ملحقه في هذا المركز. نتمنى التوفيق حقيقة لها الخطوة إيجابية. نشكر السيد خالد السيد على وجوده اليوم معنا، شكرا يبا. حياكم الله، والمركز مثل ما ذكرت
ذكرت من الساعة 9 إلى 9 مساء في مبنى 15. حياكم الله. الله يحييك، شكرا لك. إذن مشاهدينا وصلنا معكم إلى ختام هذه الجولة التي كنا فيها معكم من مركز الكهرمان في المؤسسة العامة للحي الثقافي قطار. نشكركم، مع السلامة.